المسميات اللي اطلقت على ملف الجيسون اللي قدامنا. احنا هنا مثلا ده قلنا ده اوبجكت، قلنا مثلا هنا اري، ممكن نسميه ليست مثلا، ليست اري مش فرق، لكن اري اوف اوبجكتس مش عارف ايه. طب ديكشنري مثلا، ديكشنري يعني اسميه ازاي بالبايثون؟ يعني خلاص عرفنا يعني انا احنا كده اخذنا الجيسون كفايل جيسون بدون يعني الفيديوهين اللي فاتوا، ونتكلم عن جيسون كجيسون في اي حته. يعني في اي حته يعني سواء كان عاوز مستر جيمس فاهمين، سواء كان في اي لغه من اللغات. طب احنا دلوقتي بنشتغل مع البايثون، دلوقتي بنشتغل مع البايثون. فالملف الجيسون اللي معانا دي مسميات مختلفة شوية. طب هل أنا محتاج إن أنا أحافظ على الاختلاف ده؟ محتاج تحافظ عليه، لأن في عمليتين بيتموا على ملف الجيسون لما نكون شغالين من خلال البايثون، تمام؟ حاجة اسمها سيريلايزيشن، حاجة اسمها دي سيريلايزيشن، سيريلايزيشن ودي سيريلايزيشن، تمام؟ لازم نفهم الفرق ما بين الاثنين وايه فكرتهم. في انواع مختلفه ما بين الجيسون وما بين البايثون. ازاي العمليه بتتم؟ اول حاجه، حاجه اسمها السيريلايزيشن. ايه السيريلايزيشن دي؟ السيريلايزيشن دي عباره عن تكنيك، خلاص لما الداتا بنحولها، لما البيانات بتاعتنا بنحولها لمجموعه من البايتس وتتقفل في فايل عشان نقدر نبعتها على النتورك، تمام؟ يبقى انا عندي بيانات انا شغال عليها في البايثون، بقفلها واحطها كملف جيسون. دي بنسميها سيريلايزيشن. بنسميها ايه؟ سيريلايزيشن. طيب، ودي معناها ان البيانات اللي انا شغال عليها في البايثون هتتحول للجيسون. فيبقى في انواع وانواع مقابله. في انواع وانواع ايه؟ مقابله، يعني مثلا الديكت ديكشنري يعني ده بيتحول في الجيسون لاوبجكت. الديكت بيروح لاوبجكت. الليست وكذلك التابل، التابل والليست الاثنين بينزلوا بشكل الاري بتاعنا العادي الجميل ده اللي هو شكل الليست. ما عندناش شكل الدبل اللي هو الاقواس المدوره دي، ما بنعملهاش. بتروح على الري، بتروح على الري. الاس تي ار اللي هي سترنج في البايثون، بتروح على سترنج برضه في الجيسون العادي. الانت والفلوت يعني الارقام الصحيحه والارقام الكسريه داخل ال البايثون بتتحول معانا نمبر، نوع عدد. ما عندناش فرق ما بين الـ ما بين النمبر اللي هو الـ الانت اللي هو صحيح والكسر، هما الاثنين عندنا في الجيسون نمبر. الترو طبعا عندنا في البايثون كيس سنسيتيف على التي كابيتال، عندنا في الجيسون كيس سنسيتيف على التي سمول، مختلفين. فولس بتروح فولس، النن بتيجي هناك نل. يبقى ده ايه؟ الترانسفورميشن وعمليه التحويل اللي بتتم من البايثون للجيسون. امتى؟ لما بنعمل سيريالايزيشن. فبنعمل ايه؟ سيريالايزيشن، يعني من البايثون بنفك ونعمل ايه؟ ونحطه جيسون. عكس العمليه تماما الديسيريالايزيشن، تمام؟ الديسيريالايزيشن انك بتعمل ايه؟ بتريفرز، تقلب العمليه، تمام؟ انك بتاخد الديكودينج او البيانات اللي متشفره ومتقفله جيسون، خلاص؟ اند ايه؟ وكونفيرت دوت في ال هو قال decoding the data that is a converted into JSON format. يعني تاخد ال JSON format وتحوله للايه؟ للبايثون. بقى عندك ملف، الملف اللي انت شغال عليه قريته، قريناه. بعد ما قريناه هنقراه كبايثون، هنحوله لما يقابله في البايثون. لما يقابله في البايثون. تمام؟ فالاوبجكت يتفك ديكشنري. ماشي، سهله واضحه، ما فيهاش مشكله. الاري في الجيسون تتفك معاك ليست، مفيش تابل. الاري تتفك معاك ايه؟ ليست، مفيش
تابل. تمام. السترنج جيسون بتروح سترنج عادي، النمبر بيجي انت. تمام. الترو طبعا ده الفلو بيجي فلو، الترو بتيجي الترو اللي اسمه بتيجي ترو كابيتال، والفولس اللي اسمه بتيجي فولس كابيتال، والنل بتيجي نل. ده بيحصل في عمليه الدي سيريلايزيشن. يبقى دي حته حاجه مهمه جدا كفرق اساسي ما بين السيريلايزيشن والدي سيريلايزيشن. لما جبت البيانات وقمت حاططها على ملف من البايثون، احطها على ملف جيسون، اللي بيحصل والعكس لما اجي اقرا من ملف الجيسون واحطه واجيبه عندي في البايثون، ايه اللي بيحصل؟ بس ابقى فاهم كل نوع بيتحرك ازاي.